السلام عليكم. محاضرتنا لهذا اليوم هي رسم بعض الأشياء الأساسية في الدروينج، اللي من ضمنها الدائرة. أول شيء راح نتطرق له هو رسم الدائرة. طبعاً مثل ما تلاحظون أنه رسم الدائرة ممكن أنه توصل من الهوم رايبون، وهذه هي الدائرة اللي موجودة، أو عن طريق الدروينج الدرو اللي موجودة بشريط الأوامر وشريط قوائم المنيو بار، وتروح على السيركل وراح نعطيك عدة خيارات أيضا للرسم، اللي هي الريديوس، الدايمتر، 2 بوينت، 3 بوينت، تان تان، ريديوس أور تان تان تان، أو إنه ندخل على الكوماند اللي موجود هنا ونكتب سي، راح يقول لي أيضا، أو نكتب سيركل كاملة أو نكتب سي، لأنه هذا معرف عند الأوتوكاد، لأنه سي هي مختصر للسيركل، أو تكتب سيركل بصورة كاملة، فبهذه الحالة راح يطلع لك الأوردر الخاص برسم الدائرة. خلينا نشوف في كل الأحوال، سواء رحت لمنا أو رحت لمنا أو رحت لمن الدرو، كل الأحوال راح ينطيني نفس النتيجة، كيفية رسم هذه الدائرة. طبعا راح ينطيني خيارات لرسم هذه الدائرة، احنا لازم نقرأ هذه الكوماند اللي راح يطلع اللي يظهر لي هنا، وبالتالي أنا من عنده أنطلق للرسم. فهنا الكوماند اللي ذاكر للدائرة مثلا يقول له specify center point for circle، or إما تحدد مركز هذه الدائرة، أو 3 point، هاي 3B معناتها 3 point، 2 point لو TTR، TTR أو TT tan tan radius، TTR أو tan tan radius جاية من كلمة tangent، هاي مصطلح لكلمة tangent، هذا يعني مختصر لكلمة tangent. tangent يعني مماس، يعني مثلا عندك فد بارتين وعندك مماس وياها، فأنت تخلي هذه الخيارات الموجودة عندك وبالتالي تسوي مماس لها. خلينا نشوف أول وحدة كلها بارت بارت راح ناخذها. مثلا specify center point، انقر اما ان يكون النقر فري اذا ما كنت منطتك اني نقاط، لكن اذا كنت منطتك نقطة البداية لازم انت توصل تدخل من عدها. مثلا اذا قلت لك 100 100 مثلا، او 50 50، اي نقطة انا انطتك اياها انت لازم هنا تكتبها بهذه قيمتها، اذا لا معناته الدخول فري، فممكن انه تنقر على اي مكان في هذه الدائرة. من تنقر مجرد نقرة اولى راح يقول لك specify radius of circle، يريد نصف قطر هذه الدائرة، أو خالك شنو بين قوسين، أو الدايمتر. أنت نصف قطر شقد تريده؟ فور إكزامبل إحنا راح نكتب هنا فد 100، هذه هي الدائرة اللي ظهرت لي بحالتها البسيطة. هنلاحظ البارت الثاني اللي هو ممكن إنه نتطرق له، specify center of or حددناها عن طريق center point for radius for circle، راح نحاول انه ناخذها ب 3 point حتى نشوف شنو قصة 3 point. نكتب 3b اللي هو اول خيار موجود هنا، اذا كتبت 3b راح يقول لي انه specify first point on circle، اقول له هذه النقطة مثلا اريدها هي النقطة الاولى، راح يقول لي specify second point. ليش؟ لانه انا كتبت له 3b يعني 3 point، يعني ثلاث نقاط اريد انك انه تدخلها عن طريق ثلاثة نقاط، فهذه النقطة الأولى اللي احنا حددناها. النقطة الثانية لاحظ انه راح تكون هي متعلقة، يعني هذا مو راح يصير انه احد البداية مالته هو النقطة اللي انا حددتها، والنقطة الثانية free اللي هو يحدد لي النقطة اللي انا اريدها. مثلا اقول له هذه النقطة راح يقول لي specify third point، ليش؟ لانه انا اختاريت انه third point، فاقول له مثلا انا اريدها هنا، فتكونت عندي هذه الدائرة. أيضا هذه النقاط الموجودة إما أنه تكون إدخالها فري، أو أنه يكون إدخالها حسب النقاط اللي أنا أعطيك إياها. وهنا طبعا أنا أتكلم الشغل أغلبيته راح يكون عن طريق الكوماند بار، أو أنه أثناء يعني الامتحان ربما العملي أقول لك ممكن تستخدم الإدخال الديناميكي اللي هو هذا عن طريق المؤشر، هذا إدخال ديناميكي دايناميك إنبوت مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة، أنه يكون عن طريق المؤشر. إما إذا ما كان إدخال ديناميكي فإنه راح يكون كله عن طريق الكوماند بار، يعني نعطيك نقاط وأنت تمشي وتحسب وفقا لهذه النقاط. هسا إحنا رسمنا الدائرة عن طريق الـ specify center center of center point for circle، واخذناها ايضا specify by 3 point. خلينا ناخذ 2 point حتى نكون نغطيها كلها. 2 point راح يكون يقول لك specify first and العفو first end بالنسبه للبوينت في السيركل، اول نهايه هذه الفيرست اند، و specify second end اللي هو النهايه الثانيه، راح تكون مجرد هاي تنقر النهايه راح يكون الماوس متحرر، لانه احنا طالبين فقط 2 point. شنو الفائدة من عدها؟
السكند بوينت والتو بوينت، ربما شخص يقول اذا انا اقدر احددها عن طريق انهم مباشره اسويها فد احدد نقطه وانطيها فد ريديوس اور دايمتر واحددها، شنو فائده انه تو بوينت وثري بوينت؟ الفائده مال تو بوينت وثري بوينت هو اذا كان عندك رسم مثلا لاين، مثلا لو كان عندي هذا اللاين وعندي هذا لاين اخر، وعندي هذا لاين اخر، وعندي لاين اخر ايضا مثلا يكون هنا، هذا اللاين الاخر عفوا هنا، تمام. واريد ارسم دائره بين هذه الخطوط، بين هذه اللاينات الموجوده، بين هذه الخطوط، شنو اقول له؟ اقول له سيركل، واقول له 3 بوينت 3 بوينت بحيث انه تكون ملامسه للجميع، فراح احدد اول نقطه راح تكون هذه، ثاني نقطه راح تكون هذه، واخر نقطه راح تكون هذه. وبهاي الحاله راح يكون رسم لي دائره تحتوي على كل النقاط المطلوبه، او 2 بوينت او anything like that. إذا كان الرسم عن طريق الـ TTR أو الـ TTT أيضاً ماكو عندي مشكلة. شلون راح يكون الرسم؟ لو كان عندي هذا اللاين مثلاً وعندي هذا لاين آخر، لاين آخر، وردت أرسم دائرة بحيث أنه تكون تانجنت بالنسبة إلى هذه اللاينين، تانجنت بالنسبة إلى هذه اللاينين في هذا الخطين، أقول له C وأقول له TTR، فرح يقول لي حدد first tangent أول تماس لهذه الدائرة. لاحظ أنه مؤشر الماوس حاليا هو عبارة عن هذا الزائد الموجود، من أقربه يم الخطوط اللي أنا أريد أسوي لها بماس راح يتغير شكله، راح يتغير شكله إلى شكل دائرة تقريبا فوقاتها في خط مستقيم، دلالة على رمز التانجنت، دلالة على رمز التماس. من أنقر عليه أقول له هذا الخط معناتها القصد انه هذا الخط كله اللي موجود اريد اكون مماس الدائره، بغض النظر انه بالاعلى او بالاسفل، يكون مماس للدائره اللي راح ادخلها. فراح يطلب من عندي specify point on object for second tangent، لان انا قلت له TTR يعني tangent radius، فراح انقر على tangent اخر، فراح حدد لي هسه من حددت تماسين راح يذكر لي انه اريد أي تكتب لي الradius لهذه الدائره، ممكن انه نكتب لي اياها فد مثلا 100، نشوف وين تطلع، ربما تكون بالاسفل بالاعلى ضمنهم، راح يقول لي هذه. لو لاحظت انه هذه بسبب كونها صغيره الريدس مالتها راح تكون هنا، هذا اللوكيشن واحد يقول هي ما صارت تانجنت، لا هذه صارت تانجنت، لانه هذا من تاخذه تسحبه على نفس استقامته، لو سحبناه على نفس استقامته شو راح يصير؟ راح يصير تانجنت مع هذه الدائرة، وهذا نفس القصة لو سحبناه على نفس استقامته، نفس الاستقامة راح يكون تانجنت، إذا هو حقق لي التانجنت اللي أنا أريدته، بس هنا اللي كون الدائرة اللي طلبتها شوية صغيرة القطر مالتها، فراح تكون بهذا المستوى يلا يصير تانجنت. هنا ممكن إنه نرسم في دائرة أكبر حتى نحصل على تانجنت بالشيء اللي نريده، التي تي آر، نكتب تي تي آر، وبالتالي راح يقول لي first tangent قلت له هذه، وsecond tangent راح يكون هذا الخط، والradius راح يكون مثلا خلينا نقول له فد 300 أو 500، صار عندي التانجنت اللي أريده. ربما مثل ما ذكرت أنه تجي لك الأرقام حسب الشيء المطلوب، تجي لك أرقام وأنت تدخل حسب الأرقام، أو أنه يكون إدخال ديناميكي مثل ما أنا أسوي حاليا. هاي الحالة أعتقد إحنا غطينا كل التانجنت، كل الدائرة. ممكن أكو بعد بارتي ربما ما مذكور هنا، بس هو TTT، يعني أنا عندي 3 أوبجكت مثلا، عندي هذا خط وهذا خط، ربما هذا خط أيضا وأريد الدائرة تكون مماسة لهم كلهم، فممكن إنه أسوي TTT، وبهاي الحالة راح أحدد 3 تانجنت بارت مثل ما ذكرت لكم هنا بالمحاضرة، قال إنه أكو دائرتين
هو خط مستقيم، وبهاي الحالة راح تكتب تي تي بدل ما تكتب تي تي آر راح تكتب تي تي تي، وبهاي الحالة أنت راح تتوصل إلى التانجنت مع الدائرة، راح تكون تانجنت بين دائرتين وخط مستقيم، وراح تكون النتيجة هي الدائرة الموجودة أمامكم في المحاضرة. هذه بكل ما يخص الدائرة تقريبا. هسه احنا غطينا الدائرة، نروح على البارت الآخر اللي هو الدونات أو الكعكة. بالحقيقة هي كترجمة إلها هي كعكة، لكن هو بالحقيقة هو هذا ما يسمى بالدائرة ذات القطرين، القطر الداخلي والقطر الخارجي. دائرة مجوفة، حلقة، رينج، سوليد سيركل. يعني صار من قلت له سيركل وقلت له سيركل ورسمتها، ما راح يرسم لي إياها فتشي صلب أو فتشي كله بداخله مغطى. ليش؟ لأن هذا فقط أنا جاي أخذ إطار، هذا إطار، رسمت إطار للدائرة. لكن إذا أريد أرسم فالدائرة تكون صلبة، يعني كلها يعني كلها مثلا خلينا نقول فتشي صلب صلب، فهنا أنا راح تكون الدائرة عن طريق الدونات اللي موجودة. والدونات أيضا ممكن نوصل لها من الرايبون درو، هذه مجرد انه اما تكون موجوده عندك هنا اوريدي، او انه تنقر عليها هذه الرايبون تنقر عليها راح تطلع، او تكتب كلمه دونات بالكوماند بار، او عن طريق الدرو بقائمه الدرو ايضا تلاحظ انه الدونات اللي موجوده هنا. تمام، هسه احنا نقرناها، فهي اجت هنا قال لها سبيسيفاي انسايد دايمتر اوف دونات. لاحظ هنا أنا شنو اللي حيصير اذا اقول له، خلينا نسوي لك اياها بالريد. اذا اقول له الفيرست او الانسايد دايمتر بالنسبه للدونات هو زيرو، والاوتسايد something لايك مثلا 500 راح يحدد لي هذه الدائره. مجرد انه تنقر باي مكان طلعت لي الدائره هي دائره صلده ومعتمد، يعني فتشي مليان بالمغطى، يعني بداخله ما مجوف، فتشي مليان. هنا هاي الهدف من الدونات. اذا اريدها كرينج، اذا اريدها كرينج مجرد انه انقر على الدونات واحدد الدايمتر انسايد دايمتر، هنا انا ماخذ مثلا هاي الدائره هي 500 صح لو خطا، فلو اخذنا 300 الانسايد دايمتر والاوتسايد دايمتر هي مثلا 500 راح ألاحظ أنه راح يذكر لي إياها بهذا الشكل. وهذا الشكل مجرد أنه تنقر في أي مكان حتى تحدد تحرر الماوس، فراح يطلع يظهر لي بهذا الشكل. ممكن أنه تلاحظ هذه الدونات من إحنا ناخذها ونحددها ونحدد بدايتها ونحدد نهايتها ونحدد حتى اللاين والشكل مالتها ولا اللون اللي إحنا نريده، ممكن أنه راح يستمر وياك صنع هذه الدونات على طول النقر مالتك اللي موجود على سطح المكتب. تتخلص من عندها عن طريق سكيب أو عن طريق انتر للخروج من هذا الأمر. إذن هذا هو الدونات. ربما تسألون شنو فائدة الدونات؟ الدونات تجي أثناء الرسم مثل ما ذكرنا، يعني أنا ذكرت لك أيضا بالمحاضرة الهدف من عندها. ربما يجي لك رسم بهذا الشكل مثلا، إنزين، فهنا يتطلب من عندك أنه تكون دائرة معتمة في منطقة معينة، فأنت هذه مثلا هذا السوليد فيلد سيركل أو الفيلد رينج، هنا ممكن أنه يتطلب من عندك تكون هذه الدائرة معتمة، فإحنا ما تقدر تسويها غير أمر دونات. وايضا اذا ربما تكون مطلوب من عندك في الدائره او رينج ببعد او بانسايد دايمتر او اوتسايد دايمتر، يعني رينج محدده، فبهاي الحاله ايضا يمكن ان نحدد لك قيمه الانبوت والاوتبوت او انسايد اوتسايد، او انه تجي لك بصوره معينه. على كل حال مثل ما ذكرت انه بالامتحان اكيد راح يجي لك بحاله يعني بوينت كنقطه او كقياسات معينه وتمشي على هذا الاساس. هذه الهدف من الدونات وكيفية إضافتها إلى الرسم. تمام، الموضوع اللي بعده الشكل البيضوي. الشكل البيضوي طبعا من الرسومات جدا مهمة بالرسم الهندسي، هو الشكل البيضوي. طبعا هنا نحتاج الرسم البيضوي لعدة مداخل، يعني هو مو بس مجرد انه نتعلمه كشكل بيضوي، نحتاجه في عدة اشكال، ممكن انه يدخل في عدة تفاصيل، ممكن نحتاج نصف الشكل البيضوي، ممكن نحتاج بعض الاركس الموجود بالشكل البيضوي. فهنا كيفية تعلم رسم الشكل البيضوي، نفس القصة بما انه احنا ضمن اطار الدرو، فممكن انه نروح الى الرايبون الموجود اللي هو رايبون الهوم، نروح على البانل درو ونختار الشكل البيضوي اللي موجود هنا اللي هو الاليبس،
مجرد ننقر عليها أو نكتب إليبس في الكوماند بار، هنا نكتب كلمة إليبس فراح يظهر لي هذا الشيء، أو نروح على درو أيضا وناخذ الإليبس، وبهذه الحالة راح يحدد لي شنو نوع الإليبس اللي إحنا نريد رسمه. أو مجرد أنه نقرنا عليها راح يقول لي تريد ترسم إليبس لو تريد عن طريق الأرك أو سنتر، هنا specify center of ellipse يعني ناخذ مثلا هذا هو المركز. مثل ما تعرفون انه الاليبس بي هو الدائره بها فقط قطر او نصف القطر محدد. ليش؟ لانه الدائره القطر مالتها على طول على طول المحور، على طول الخط الخارجي، على طول الاوتبوت مالتها هي ثابت. يعني انت اذا تاخذ القطر مالتها سواء عمودي او افقي هو نفسه. الاليبس راح يكون احد اقطاره أكبر من القطر الآخر، وبهذا السبب هو اللي صار انطاني شكل الإليبس. فمجرد أنه أخلي الأقطار مساوية هو راح يتحول إلى دائرة أوردي. فهنا أنا عندي الإليبس أكو ما يسمى بالمايجر أكسس والمينر أكسس. يعني المايجر أكسس هو الطول الرئيسي أو القطر الرئيسي والقطر الثانوي. القطر الرئيسي هو القطر الأطول، أو ربما يحدد عن طريق الرسم أيضا. يعني إحنا نحدد وين نريد القطر الرئيسي، من هو ومنه القطر الثانوي. على كل حال هو يوجد قطرين للإليبس، فهنا specify center of ellipse. إذا أكتب إليبس راح يقول لي حدد center of ellipse، مجرد أنه ننقر في أي مكان أو عن طريق النقاط المحددة. و specify end point of axis، شوف لاحظ أنه إذا مجرد أنه أخذها بهذا الشكل راح حدد لي في دائرة معينة. هذه الدائرة مجرد أنه أنا حدد، لاحظ الدستنس، هذا الدستنس اللي قاعد تحرك هو هذا الدستنس اللي حدد لي شكل هذا الإليبس. مجرد أنه أنطي يعني في الدستنس معينة ربما يتحول إلى دائرة. إذا كانت لاحظ إذا كان الطول بحيث أنه الماينر أكسس يساوي إلى الماجر أكسس، فبهاي الحالة راح يكون عندي دائرة. وإذا كان عندي فأنطيفة قيمة معينة راح يتحول إلى إليبس. لاحظ هذه حسب الشيء اللي موجود، ربما أنه أخذه بهذا الشكل صار أنا تكون عندي الإليبس. إذا طريقة رسم الإليبس مجرد أنه نكتب إليبس راح يقول لي خيارات، إما عن طريق الأكسس إند بوينت مثل ما ذكرنا بالبداية، أو عن طريق نحاول عن طريق الأرك. راح يقول لي specify axis end point of elliptical article اللي هو الارك اللي هو اللي موجود هنا. لاحظ انه شو راح هذه في بعض الاحيان احتاج انه ارسم ارك لهذا الاليبس، يعني اخذ من عنده ارك معين للرسم او توجه معين وبعدين اسويها تيرم فاقص الباقي، فاحتاج انه يكون موجه بشكل ارك. تمام، فبس هذا تكون عندي اليبس عن طريق الارك. او اليبس ايضا ممكن انه ناخذ اليبس عن طريق إليبس. تمام، فأقول له center مثلا فراح حدد لي specify center of ellipse، هذا هو center of ellipse اللي أنا أريده. تمام، و specify end point مثلا أقول له هذا هو end point، وبعدين أحاول أنه أخلي distance. أكو بعد شيء جدا مهم هنا خليناها مثلا بهذه الطريقة. أكو بعد شيء جدا مهم أنه لازم نحدده بالإليبس. لو مثلا أخذنا تمام إليبس وقلت له مثلا عن طريق السنتر خلنا ناخذ مثلا الاند بوينت اكسس، تمام، وحددت له القيمة الأخرى مثلا حددت له هذه القيمة، راح لاحظ انه قبل لا اقفله قبل لا اخلي الديستنس وخلاص راح ينطيني خيار هنا يقول لي ديستنس تو اذر اكسس، هل تريد انه راسا تخلي الديستنس وخلاص؟ لو تريد اسوي روتيشن روتيشن اذا قلنا إليبس تمام إليبس وحددنا مسافه شيء معين يعني نقطه معينه مثل ما اخذناها بالبدايه وحددنا نقطه اخرى بهذا الشكل، وردنا نحدد الروتيشن. شنو معنات الروتيشن؟ الروتيشن من ننقل روتيشن راح يقول لي ايش قد تريد نسبه المحور الاساسي الى المحور الاخر، احد المحاور الى المحور الاخر ايش قد نسبته. اذا قليت له صفر راح يرسم لي دائره، راح يرسم لي دائرة. أما إذا أعطيته نسبة أخرى لا، بهاي الحالة أكيد هو راح يرسم لي إليبس، لأنه راح تكون أحد المحاور لا تساوي المحور الآخر، وهذا هو ما يسمى بالإليبس. عندنا فد موضوع جدا مهم اللي هو الأيزو سيركل. الأيزو سيركل طبعا هذا يعتمد على
طبعا عندنا هنا موضوع جدا مهم اللي هو الايزو سيركل. الايزو سيركل هو يتيح لي ان ارسم السيركل بحاله كانما هي احد اوجه، يعني بحيث انه تكون وكانما انا عندي فد شكل مجسم، وكانما هي تجويف او فد هول موجوده في شكل معين، شكل مجسم. هذا الشيء راح يتيح لي هو الجريد اللي موجوده. لو ملاحظين هذا الجريد اللي موجوده هنا، هذا الجريد لو جينا لاحظنا هذا الجريد اللي موجوده، مثلا لو اخذت ريكتانجولر يعني بحاله فد شيء فقط تمثيلي، لانه احنا بعدين راح نتطرق الى الريكتانجولر مستطيل. لو جيت ربطت النقاط الاربعه اللي موجوده بهذا الجريد العادي اللي عندي، راح ألاحظ أنه النتيجة راح تظهر لي هي عبارة عن مربع. لو كانت هذه جت ربطتها مع بعضها، راح تظهر لي النتيجة هي عبارة عن مربع. هذه ما تتيح لي استخدام الايزو سيركل أو الايزو متريك اللي هو باتجاه اللي يكون مجسم. لازم أحول الجريد إلى اتجاه، لأن هذه اكس واي يعني نورمال اكس واي. إذا كانت باتجاه بحيث أنه ممكن أنه الشخص من يبقى عليها يبقى عليها بشكل آيزو، بحيث أنه يبقى عليها من 3 دايمنشن نقدر نقول. بهاي الحالة هذه ممكن أنه أحصل عليها عن طريق تغيير الـ بس خليني نمسح هذه، تمام، عن طريق تغيير الشبكة. شبكة تغييرها راح يكون عن طريق أول شيء نغير السناب، تمام، مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة انه السناب شلون ممكن نتعامل وياه. اكو عندي من انقر على سناب او هنا اكتب في الكومنت بار سناب، راح يقول لي يتيح لي عدة خيارات انه اون اوف اسبكت ستايل اور تايب. نقول له ستايل، بالستايل راح يتيح لي اثنين جزئين، جزء هو الستاندر اللي هو احنا عليه حاليا، والايزومتريك. الايزومتريك مجرد انه اكتب اي او كلمة ايزومتريك كما هي، فراح يقول لي ايش قد قيمة السبيسنج اللي تريدها، 10 كما هي حاليا 10، ما عندي مشكلة راح ابقيها كما هي، فقط انقر انتر. لو لاحظنا هسه شكل المؤشر شلون تغير، أصبح المؤشر الآن ليس اكس واي بالاتجاه اللي موجود. ولو لاحظنا شكل الشبكة حاليا هي ما تتيح لي برسم مربع، وإنما هي عبارة عن شكل معيني حاليا. إذا أربط بين النقاط الأربعة بلاين راح ألاحظ هي عبارة عن شكل معيني. شلون راح أقدر أرسم الرسم اللي موجود عندي بالمحاضرة؟ مجرد إنه آخذ لاين واتبع حسب الرسم اللي موجود، يعني اذا كان هذا اتجاه الماوس لازم ارسم اتجاه الاعلى، اذا كان اغير اتجاه الرسم عن طريق تغيير كترول، النقر على كترول واي راح يتغير اتجاه الماوس. مثلا هسه عندي هنا أنا هذا الرسم، انقر اول نقطه، ثاني نقطه راح تكون بهذا الشكل مثلا، هذا ثاني نقطه، ثالث نقطة ممكن انه ارسمها راح تكون بهذا الاتجاه عن طريق تغيير كترول اي، تغيير الاتجاه مع المؤشر، تغير هسه اتجاه المؤشر اقدر ارسمها بهذا البارت، تمام. الان كترول اي راح يحدد لي انه اقدر ارسمه نحو الاعلى حتى يكون ايزومتريك، كان يكون اللي هنا مثلا. طبعا اكيد لو كانت عندي نقاط محدده اقدر اخذها راح تكون النتيجه اكيد افضل. والان نغلق هذا المربع او الشكل البدائي كترول اي، نقدر ناخذها بهذا الاتجاه كترول اي راح يكون بهذا الاتجاه، تمام، كترول اي هو حاليا على هذا الاتجاه نقدر ناخذه، تمام. هذا حددنا البارت الاول، نقدر انه نسوي ريليس للمؤشر ونعيد اللاين من جديد، الاوردر مال لاين، وننقر هنا بالنقطه اللي وصلنا لها، تمام، ونحدد اتجاه كترول اي راح يحدد لي اتجاه الرسم كان يكون لهنا مثلا. طبعا الرسم ارجع واقول اذا كان في نقاط تحديديه مسبقا فاكيد راح يكون افضل تحديده عن التحديد الحر، لان التحديد الحر اكيد راح يكون في بعض المساوئ، ما يكون منتظم بصوره صحيحه، خاصه هسه راح نلاحظ برسم السيركل. الان كترول اي راح يتيح لي رسم اخر بارت اللي هو هذا البارت. حاليا تقريبا انه هذا كمل بهذا البارت.
الآن راح نرسم الدائرة اللي موجودة بها أو الشكل البيضوي. أيضا راح يكون هذا التحديد بهذا الشكل، تمام، هذا التحديد بهذا الشكل بالنسبة إلى هذا البعد، تمام. ممكن إنه نعدلها فيما بعد. وهنا أنا عندي البارت الآخر أيضا إليبس. وهذا هنا أيضا إليبس، مجرد أن نعدل اللوكيشن. هذا راح يكون يحتاج إنه نسوي له تغيير بهذا الشكل، نعم. هاي أبعادها صارت شوية مختلفة. تمام، ممكن إنه نعدلها، ناخذ هذه نعدلها فقط كلوكيشن. فقط أنه يتم تغيير مكانها تقريبها أو تعديلها. وهذه أيضا مجرد أنه نغير مكانها. وممكن أيضا أنه نغير الأبعاد مالتها، لأنه مثل ما ذكرت أنه هنا أبعادها هذه ليست مضبوطة، لأنه أبعادها free by hand جاي ندخلها. ممكن أنه إذا كانت الأبعاد تحتوي على قيم محددة أكيد راح تكون معتمدة على رسم، راح تكون النتيجة مالتها أن الرسم مالتها مضبوط. وهذه أيضا مجرد أنه نعدلها أي التحديد شمل الاثنين، ناخذ فقط هذه، تمام. فهذا هو الرسم النهائي اللي راح يظهر لنا مثل ما موضحين، تمام. هذا هو الرسم النهائي اللي ظهر، اللي هو مقارب تقريبا الى الرسم الموجود. هو الهدف من عنده لو ملاحظين هذا البارت وكانما هو هول، فراح يكون في هذه المنطقه، تمام. هو هذا الرسم اللي اذا اردنا ناخذ الايزومتريك او ما يسمى بالايزو سيركلز، على اساس انه هذه الرسمه احنا بهذا الشكل. هذا الشكل ما راح يرسم بهذه الطريقه الا اذا كانت الجريد بهذه الشكل. مو شلون نرجع الان الى وضعنا الطبيعي. انا رسمت هذا الرسم، وهذا الرسم ربما الوحيد المطلوب من عندي بالايزو متريك. اذا اريد ارجع الى النورمال الماوس بشكل النورمال. هسه حاليا هذا ليس شكل النورمال، هذا شكل الايزو. فمجرد انه ارجع اكتب سناب من جديد، سناب، تمام، سناب، فايضا راح يرجع لي الى هذا المسج. اقول له اس، وبدل ما اكتب له ايزو هنا راح اكتب له ستاندر، وبالتالي راح يطلب لي من عندي هل انه 10. نعم هي كما هي. بمجرد انه انقر انتر راح يرجع لي، لاحظوا شكل الماوس تغير والشكل النقاط ايضا تغير، تمام. فهسه ممكن انه نرسم اي شيء نريده بالصوره النورمال العاديه اللي عندنا. رتانجل لبرنامج لرسم الرتانجل مثل ما ذكرنا، تروح على درو ركتانجل او تروح على درو، يعني درو اللي بالبانل بالموجوده بالرايبون، او درو موجوده في شريط الاوامر المنيو بار، او نكتب هنا ركتانجل ركتانجل، تمام. بس خليني امسح هذه ركتانجل، نكتب ركتانجل. هاي الحاله راح تكون موجوده عندي. ممكن رسم المستطيل باختيار الركتانجل الموجود هنا بالرايبون بقائمة أو البانل درو، أو عن طريق شريط المنيو بار القائمة درو، ونختار الركتانجل الموجودة هنا، أو نختار نكتب هنا ركتانجل موجودة في شريط القوائم. المهم أيا كانت الإدخال مالتنا، فهو راح يحدد لي، يذكر لي إنه كيفية رسم الركتانجل أنت تريده. هل تريد عن فيرست كورنر بوينت أو تشامفر إليفيشن فيلت ثيكنس ويت. إحنا راح نقول له راح نمشي من البداية. البداية تحدد لي الفيرست سبيسيفاي فيرست كورنر، هذه سكند كورنر راح تكون هذه، هذا الركتانجل اللي رسمناه. إما إذا أريد نكتب نرسم تشامفر، تشامفر هو إنه يكون أكو هنا قص، وكأنما أكو قص في النهايات ما راح تظل بهذه الحديه اللي هي بيها. فننقل ركتانجل، تمام، فراح نقول له تشامفر، راح يقول لي سبيسيفاي تشامفر ديستنس، ايش قد تريد قيمه الشفط اللي راح يكون. مثلا نقول له 10، يقول لي سبيسيفاي سكند تشامفر ديستنس، قل له مثلا 20،
specify first corner, specify second corner. هذه لو لاحظنا هسه كبرنا أنا يمكن ما أخذتها قليلة، لو كبرنا الطرف مالتها راح تلاحظ إنه هذا الشكل راح يكون مال شامفر، هذا هو القصد من الشامفر. بينما لو رحنا على أول رسم اللي إحنا أخذناه هذا وكبرنا راح نلاحظ إنه إحنا كانت هنا زاوية حادة، بينما هنا أكو بيها قصد. وأنا من انطيته فيرست شامفر، فيرست ديستنس للشامفر هي 10 وثاني 20، كانت القصد من هذه المنطقة أكثر من القصد من هذه المنطقة. ممكن إنه أسويها بقياسات أكبر وتصير أوضح. مثلا هسه عندي ركتانجل، هنا أنا نختار شامفر، فراح يقول لي فرست، أقول له مثلا 100 100، تمام، ويقول لي حدد الأول بوينت وحدد ثاني بوينت، فراح يلاحظ هذا الشامفر اللي موجود عندي، تمام، هذا هو اللي موجود عندي. وما باقي خيارات الإليفيشن هي ضبط مستوى الرسم، الفيلت هي تعريف نصف قطر دوران أركان اللي يعني شنو يصير بها، هذه يصير بها استدارة وكأنما يصير بها قوس انحناء راح يكون فولت، والثيكنس هو تحديد السمكة، هذا راح يكون باتجاه الزد يعني بثري دايمنشن، هذا ما راح يظهر عندك لأن أنت محدد التو دايمنشن، والويت اللي هو تحديد عرض خط المستطيل. أتمنى أن تطبقونها هذه وتشوفون شنو تأثيرها وتلاحظون شنو التأثير مالتها بالنسبة إلى رسم المستطيل. ممكن أنه انطرق إلى شيء آخر أيضا، هي أثناء رسم المستطيل لو خلنا ناخذ برضه الصورة العادية، تمام، قبل لا أحدد النقطة الأخرى، قبل لا أحدد النقطة الأخرى يعني من أذكر ركتانجل وأحدد رسم النقطة الأولى، راح ينطيني عدة، ينطيني خيار قبل لا أحدد النقطة الثانية، يقول لي أريا، دايمنشن، روتيشن. لو قلنا روتيشن، نختار مثلا الروتيشن، شنو اللي راح يصير؟ راح يقول لي specify rotation angle، إيش قد تريد زاوية الدوران؟ هسا زاوية صفر يعني راح يصير هو مستطيل أفقي. إذا قلت له مثلاً 40 45، شنو راح يصير؟ راح يصير هو مائل، راح يصير مائل بهذا الاتجاه. فهذا أيضاً نأخذه بنظر الاعتبار. شلون أرجع هذا؟ راح يبقى الأوردر ترى ثابت، أرجعها عن طريق إنه أرجع من جديد أكتب rectangle وأحدد الروتيشن، أحدد الفيرست مثلاً فيرست، وحدد الروتيشن اللي موجود هنا أنا عندي الروتيشن، مثلاً أخذ الآر، إحنا حددنا، لا ما حددنا هذا، أوكي روتيشن، فيقول له هنا صفر، هنا راح يرجع يرسم لي إياها بالصورة الطبيعية. وكذلك بالنسبة للشامفر أخذ وحدد صفر صفر شامفر، راح يرجع لي هي حادة بما حسب الشيء اللي هو موجود. نخلي باقي المحاضرة على المحاضرة القادمة، وبهذا أكون قد أكملت المحاضرة لهذا اليوم، وتحياتي لكم، مع السلامة.